تكون عاملة توصيل ليوم كامل بشركة زيبر. اليوم حتكون التجربة أكثر من ممتعة مثل ما كنتم شايفين، تعلمت شوي عن الموتير وقصص يعني حتعرفوها أكثر. ويلي عباله يدعمني بهذا الفيديو بتمنى إنه يحمل التطبيق موجود بصندوق الوصف، تقدروا تحملوه وتستخدموه بكل أربيل. ما بدي أطول عليكم أكثر من هيك، اشتركوا بالقناة وخلينا نشوف شو حنعمل اليوم. تجربة كتير غريبة علي. أول شيء إني عم سوق موتير، وثاني شيء إني عم بشتغل هذا الشغل، بس على فكرة كتير حلو. شاربين بديت أوردر أونلاين مال ميني علوي دانيال، روحي هناك. أوكي تمام، رايح على الكوب. بقيان لي 3 دقائق فقط ناطرة على الإشارة لحتى أروح بأسرع وقت وآخذ الطلب على السوق. أنا وصلت على اللوكيشن. يعني قديش لي انا هون باربيل ما لقيت هذا الشيء غير بهذا المكان، بقى عم فكرني اخذه معي على البيت كمان. مرحبا. مرحبا. اسمي طلبيب زيبر. نعم تفضل. هو هذا. نعم والله تقال، هذول تقال. الله يعين اللي بيشتغل بهذا الموضوع. انا اخذت الاوردر وراح وديه للزبون. ان شاء الله نكون وصلنا بالوقت المناسب. مرحبا. مرحبا. هدول طلبية من زيبر صح؟ شكرا. بس الحساب تمام من 3. شكرا. شكرا. اول طلبية عملناها بنجاح، هلا ناطرة فينا نقول الطلبية الثانية. هاي كيف شكلي على الموتير؟ جنة عنجد. يلا خرج اشتغل هيك شغلة؟ ايه. حاسة انه اذا عنجد اشتغلت من اول يوم بيطردوني على التأخير وعلى الزمامير، وبجوز يجيهم فاينات من ورا السرعة تبعيتي. بس سواقتي حلوة. سواقتي حلوة؟ ايه والله. واو ميرسي شادي. بعرف اصلا. كارولين عندي اوردر اونلاين للقصر الرشيد، كشك الرشيد، بسرعه روحي هناك لان اوردر كلش مستعجلين عليه، الكاستمر كلش مستعجل. اوكي يلا هلا انا بطريقي لقصر الرشيد. ما لازم اتاخر على الزبون نهائيا وروح باسرع وقت. الاوردر من مطعم قصر الرشيد الموجود على شارع 60. طبعا شارع 60 كثير معروف وكثير مشهور على كثر العجقه. مرحبا. مرحبا اهلا بك. في طلبيه لزيبر صح؟ ايه طبعا طلبيتك جاهز. كله مشاوي صح؟ كله مشاوي. طيب نحن هلا معنا دقيقتين فقط، شو رايك تعمل لي جوله؟ ايه على عيني تفضل. بالمطعم اللي عندك بس لازم نلحق مشان الطلبيه، معنا دقيقتين فقط. تمام. يلا ليتس جو. هيدي الصاله صارت العوائل، ومونيك صالة الشباب. إذا بتلاحظوا يعني من هون مبين النظافة، خلينا نفوت ونشوف جوا. أوه هون المشاوي الكباب. أوكي هاي الطلبية صارت جاهزة، لازم نروح على الزبون لحتى يتغدى بأسرع وقت. لازم نحط هيدي هون مشان تحافظ على الحرارة، أكيد هذا أهم شيء. الطلبية جاهزة وأخذتها وأنا هلا رايحة على اللوكيشن تبع الزبون. على اللوكيشن هلا وحاطين لهم
اوكي انا حروح على المطعم المحار وان شاء الله ما اتاخر. كمان لازم تعرفوا ليش انا شوي متوتره. انا خبرتكم على الانستغرام اليوم بهيدي اللحظه انه تحملوا التطبيق لانه يمكن انا اوصلكم الطلب بايدي، فاحتمال حدا من الفانز حدا من الناس اللي بيعرفني حوصله الطلب. المهم لازم نروح باسرع وقت، انا تاخرت. ليتس جو، هلا بتردوني من الشغل. اوكي احنا هلا بمطعم اسمه المحار، حاجي واخذ الطلبية. شوي بيكون جاهز ان شاء الله. شوي؟ اوكي معناتها انا بهالوقت حاعمل جولي هون، تمام؟ تفضل. هاد سمك طازه صح؟ ايه فريش. كله هذا كله بتقدموه للزباين. ايه. هيك كيف بيعملوا طريقة الخبز؟ هيك بيحطوها جوا. واو. هي هي طريقة الشوي؟ هاي على طريقتنا احنا الخاصة. واو. بصراحة أنا أول مرة بشوف طريقة شوي هيك طريقة. هاي على طريقة. عادي نحن بنشوف هيك. مزقوفة. هاي احنا على طريقتنا الخاصة. الطلبية جاهزة وهلا حاليا رح اخذها على اللوكيشن عند المطعم، تمام؟ اولا احنا نشكرك زرتينا، شرفتينا. شكرا شكرا لك. هاي ضيافة المطعم. عن جد؟ والله شكرا لكم، والله انتم ناس كثير يعني كريمين الصراحة، بشكل عام يعني هون اهل اربيل كل الناس عم نشوفهم كريمة. هاي من ضيوفك. شكرا يعني شكرا هيدي ضيفوني اياها من مطعم محار. صحتين. انا تقريبا وصلت على اللايف تاورز وناطرة الشخص لحتى يجي يستلم مني طلبي. صراحة ماني عم لاقي، ممكن تتواصلوا معه وتحكي معه؟ اوكي تمام، شوي وغطيت خبر. تمام شكرا. هاي طلبي لك؟ بس في عنا مشكلة انه هون بدهم 5 دقايق لسه لتطلع الطلبية. شو بعمل؟ بقعد بنتظر هون؟ تنتظرين لحد ما تطلع الطلبية، يعني هي تتأخر 5 إلى 10 دقايق. زبون تقولي لان السبب تأخير هو من المطعم المسيبل، ماشي؟ اللي عم يحضرني هلا يعني مشان يعرف اللي حوديله الطلب انا ما دخلني هن تأخروا. أدخلت شوي بالأوردر. اوكي. حبينا نوقف وظيفة كمان نفت شيء طيب ان شاء الله. شرفت وتستريح لحد ما يحضر الأوردر. اكيد شرف لنا ان شاء الله. اكيد صار. اوكي عبالهم يضيفوني شيء. شكرا عرفوني. جاهزين لاكبر بيتزا؟ اوه ماي جاد يام. اوكي شكرا على الضيافه. يو كي بيتزا، ما بعرف من وين بدي ابدا وكيف بدي اخلص، وهيدي بدها شيء 3 ساعات لتقدر اخلصها. 5 دقائق مستحيل لحق. شكلي حاخذها معي على البيت. لا تقولوا لحد. هلا الحمد لله. كيفك؟ شو الاخبار؟ الحمد لله انا كلش اتابعك. عن جد؟ اي والله. طلبتي اليوم نزلتي البرنامج وطلبتي؟ اي اكيد. تمام. انا كثير مبسوطه انه طلعتي لي اليوم. سوري بس تاخرنا شوي. لا لا على الطلبية. عادي. بس انا ما دخلني هو اليو كي، يعني بكره بتشوفي الفيديو. لا مشكله. هو تاخر وهي هي طلبتي. ان شاء الله يكون كله تمام. تعالوا. عن جد؟ ايه. لا لا عادي. اوكي خلينا نفوت. وهلا اجاني اخر طلب، بس هالمره طلبين بنفس الوقت ولنفس الشخص. حلو. انا وصلت على محل. شو طعم هذا المحل؟ كثير كبير وانا كثير مصدومه انه في هيك محل مكسرات بهذا الشكل. نعم او هيك شيء ما بعرف. حبه خضراء. اوكي ما بعرف شو هيدي، بس صراحه كثير خفيفه. وانا بصراحه انا اول مره بشرب قهوه، بس اي شخص بيحب القهوه الخفيفه وما انا مره هذا احسن خيار. برنامج زيبر في شغله كثير مهضومه، يلي هي انه مو بس بتوصل اكل، بيوصلوا ورود كمان. بقى هلا انا فايتي لحتى اخذ طلبيه ورود. ليتس جو.
صراحة استغربت، هذا المحل كافي ووافي لكل شيء، أي شخص بده يتجوز لازم يجي لهم. هون أكثر شيء أنا فرحانة. جايكي حلويات ومكسرات. اوه ثانك يو. وجايكي هذا البوكي الورد. خجلتيني. وهيك اليوم نكون خلصنا هيدي التجربه الاكثر من رائعه والمتعبه. انا الصراحه اخذت برد وتعبت، واذا كان في شيء كان مصيبه. المهم اليوم انا بكون وصلت معكم لنهايه الفيديو، ان شاء الله بكونوا انبسطتوا واستمتعتوا بهيدي التجربه، واذا على بالكم تجارب ثانيه خبروني تحت بالكومنتات، ولا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتحضروا الفيديوهات اللي جاي. كالعاده كارولين تيم هو الاساس، بحبكم كلياتكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. يلا عطيني تعطيني زين. يلا ما كسر شيء. موان مش هادي اسمع شوي. بدي عم بسترجع المستشفى. شو رأي موان ما شافك أربعين؟ رجعتي رجعتي؟ رجعتي؟ يلا بس ما نكسر. حتيجي تحكي معها. ما بعرف شو صار. طلعتي عملت ايدك هيك هيدي شدت شوية بالغلط. يلا بس.